اتعلموا مني قبل ما اروح. هل سبق لك بأن واجهت مشكلة كسر المفتاح داخل قفل الباب؟ يوجد العديد من الحلول، وسأشرح لكم طريقة سهلة لإخراج المفاتيح المكسورة بسهولة وأقل تكلفة. كل ما عليك هو إحضار ولاعة وصمغ المسدس المعروف. كل ما علينا هو تذويب الصمغ ثم وضعه على المفتاح المكسور، والآن قم بالضغط عليه قليلا ثم انتظر حتى يجف الغراء. الآن نخرج عود الغراء كما تلاحظون، فلقد خرج المفتاح المكسور بكل سهولة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.